بسم الله الرحمن الرحيم. محمد زكريا محمد علي مركز مخصص الصحراء. احنا اولا اول حاجه نازلين ميدان التحرير تضامنا مع اسر الشهداء وندعو ربنا سبحانه وتعالى ان حق الناس دي يجي، لان لو حق الناس دي ما جاش مفيش حقوق بعد كده هتيجي تاني. احنا حضرتك عملنا اعتصام من يوم 18/1/2011 قدام مجلس قدام وزاره الزراعه وقابلنا الدكتور امين اباظه وقعدنا بان في حل لمشكله العماله المؤقته المركز مخصص الصحراء. وبالفعل تم عمل عقود لينا من 1/3/2011 في وزاره في مبنى تنظيم الاداره مع الدكتور صفوت النحاس، ولحد وقتنا هذا لم يتم تفعيل العقود. وقابلنا الدكتور عصام شرف وقعدنا ان في لجنه خماسيه هتقصر حقائق في هذا الموضوع وانها تشوف عدد تفعيل المواد عدد تفعيل الاوضه ليه، ولحد وقتنا هذا لم يتم فيها اي شيء. فاحنا بنناشد المسؤولين وبنناشد جهه الحكومه، احنا في حاله ثوره ولا هو ما فيش ثوره من الاصل؟ ولا هو ما فيش ثوره من الاصل؟ اذا كان حقوق الناس الشهداء ما خدهاش، احنا هل هندور ينفع ندور على حقوقنا ولا ما ينفعش؟ احنا بنسال الساده المسؤولين يا دكتور عصام شرف، هل هنقدر ناخد حقنا ولا لا؟ ولا هنفضل زي ما هو؟ يا سياده المشير احنا عملنا وقفات احتجاجيه قدام المجلس الاعلى للقوات المسلحه، واحنا بنوجه حضرتك احنا من طبقه الشعب المغلوب على امره، يا ترى هنقدر ناخد حقنا ولا لا؟ كم واحد؟ احنا 1080 واحد يا فندم. وعملتوا اعتصام امتى اخر اعتصامات؟ اخر اعتصام كان الامن حوالي اسبوعين قدام مجلس الوزراء، وتعدوا علينا جهه وزاره الداخليه بالضرب وبالسب وما شابه ذلك. حد جه قابلكم من مكتب الدكتور عصام شرف؟ اخر مقابله لينا كانت يوم 12/6/2011 ومن ساعتها ما قابلناش اي حد تاني. ايه الوعود اللي وعدوكم بيها؟ وعدونا ان خلاص هيتم تفعيل الوعود على باب اول، ولحد وقتنا هذا لم يتم من 1/3/2011 لم يتم تفعيل الوعود لحد وقتنا. شكرا شكرا.